مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. يعبر العلم عن سعي البشرية الذي لا ينتهي لاكتشاف وفهم العالم، ولكن هناك بعض الأشياء في هذا العالم التي يندم حتى أكثر العلماء حماسا على اكتشافها، بداية من الكرة التي تنهي حياتك في لحظات، وصولا إلى الغزال الذي يموت كل من يقترب منه. في هذه الحلقة سوف نلقي نظرة على مجموعة من أخطر الأشياء التي كان على العلماء تركها وشأنها، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. خطأ في جزء من الثانية. في ذروة الحرب العالمية الثانية، ألقى الجيش الأمريكي قنبلتين ذريتين معروفتين باسم الليتل بوي، والتي تعني الطفل الصغير، والفاتمان التي تعني الرجل السمين، على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. أجبر الدمار الذي حل بالمدينتين اليابان على الاستسلام، وحتى إذا لم يحدث ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديها قنبلة ثالثة. ولكن من الناحية التقنية فإن السلاح الثالث لم يكن سوى القلب المشع للقنبلة، وهو عبارة عن كتلة بوزن 3.6 كيلوغرام من البلوتونيوم، يبلغ قطرها حوالي 9.8 سنتيمتر. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بنواة البلوتونيوم في مركز أبحاث لوس ألاموس للاختبارات، وفي ذلك الوقت كانت النواة معروفة باسم روفوس، ولكنها لاحقا تسببت بكارثة، وبذلك أصبحت معروفة باسم The Demon Core، والتي تعني نواة الشيطان. نظرا لأن النواة تم تصميمها لتكون في قلب القنبلة النووية، فإن كتلة البلوتونيوم كانت بحاجة لتفاعل بسيط جدا لإطلاق إشعاعاتها، وذلك يعني حدوث انفجار هائل. كان على العلماء اختبار مدى قرب النواة من الانفجار، وذلك عن طريق إنزال نصف غلاف من البريليوم فوقها، وهو الجزء المعروف علميا باسم الميدك. كان على الميدك أن يعكس النيوترونات المنبعثة من البلوتونيوم المشع ويعيد إطلاقها نحو القلب، مما يتسبب في إزاحة المزيد من النيوترونات من نظائر البلوتونيوم. سيؤدي هذا إلى تفاعل نووي متسلسل قصير العمر يمكن للفيزيائيين جمع البيانات منه، ولكن لوائح السلامة تتطلب وجود فواصل بين الميدك والنواة، وهو الأمر الذي سيجعل العملية أبطأ. وإذا حدث تماس مباشر ما بين الميدك ونواة البلوتونيوم، فإن كل ما سيبقى من منشأة لوس ألاموس سيكون بقعة سوداء على الأرض. حدثت الكارثة حينما قرر العالم لويس لوتن اللجوء لطريقة أسرع، وذلك بالتخلص من تلك الفواصل واستخدام مفك البراغي مفلطح الرأس الخاص به للفصل بين الميدك والنواة. وإدراكا لمدى خطورة العملية، أطلق عليها لويس لوتن اسم عملية دغدغة ذيل التنين. ربما اعتقد العالم أنه يتعامل مع لعبة تمرير الحلقة عبر السلك الكهربائي وليس مع نواة قنبلة نووية. كان لويس واثقا من نجاح العملية، ولكن ثقته دفعته لارتكاب خطأ قاتل. يوم 21 من مايو من عام 1946، كان لويس يعرض طريقة مفك البراغي للعديد من العلماء الآخرين، وأثناء ذلك انزلق مفك البراغي فجأة من يده، مما أدى لاحتكاك الميدك مباشرة مع النواة. تجمد الجميع في أماكنهم بينما ملأ وميض من الضوء الأزرق الغرفة. قام لويس على عجل بإبعاد الميدك من فوق النواة، ولكن الأوان كان قد فات. خلال ذلك التلامس الذي يستغرق أجزاء من الثانية بين الميدك والنواة، حدث ما مجموعه 3 كوادريليون تفاعل انشطاري. كان هذا أصغر بحوالي مليون مرة من التفاعلات الناتجة عن إحدى القنبلتين اللتين تم إلقاؤهما على اليابان، ولكن حتى مع هذه النسبة المنخفضة فإن الإشعاعات لا تزال مميتة. في تلك اللحظة قلص لويس متوسط عمره وبقية العلماء إلى بضعة أيام. أطلق هذا التفاعل موجة مكثفة من الإشعاع وذرات متأينة عالية الطاقة، يمكن لها أن تسحق الحمض النووي البشري بسهولة. الحمض النووي الخاص بنا متماسك على شكل مليارات من الكروموزومات، إنها أسس بناء جينية مرتبطة في سلاسل ذات ترتيب دقيق ومعقد لترميز الخلايا التي تتكون منها أجسامنا. ولكن الجسيمات المشعة عالية الطاقة
يمكن أن تدمر أو تغير الروابط التي تشكل حمضنا النووي، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف الأنسجة أو تسلسل الحمض النووي، وهو ما يعرف علمياً بالطفرة الوراثية. والنتيجة الأولية لكل هذا هي بداية ظهور العديد من الخلايا السرطانية. تم نقل العلماء إلى المستشفى لفحصهم، ولحسن الحظ فمعظمهم كان يقف في نهاية الغرفة، مما يعني تعرضهم لنسبة ضئيلة جداً من الإشعاع. ولكن لويس كان يقف أمام النواة مباشرة. تعرض جسده لما مقداره 2100 ريم من الإشعاعات، في حين أن الجرعة القاتلة تقدر بحوالي 500 ريم فقط. وأمام وابل من النيوترونات، أشعة جاما والأشعة السينية، بدأ جسد لويس بالتداعي. تحولت يداه إلى اللون الأزرق وظهرت عليهما بثور ضخمة. انخفض معدل كريات الدم البيضاء في جسده، وتوقف جهازه المناعي عن العمل. دخل لويس في غيبوبة، ثم توفي بعد 9 أيام من الحادثة. ولكن تلك لم تكن النهاية، فما حدث مع لويس لم يمنع العالم هاري داغليان جونيور من إجراء تجربة أخرى على النواة، وذلك بإسقاط كتل من كريبيد التنجستن على نواة البلوتونيوم. أدى ذلك إلى تفعيل النواة لفترة وجيزة قبل أن يبعد هاري كتل كريبيد التنجستن عنها، ولكن تلك الفترة الوجيزة كانت كافية لصدور جرعة إشعاعات كافية للقضاء عليه، فقد لقي هو الآخر حتفه بعد بضعة أيام. وبعد أن أودت النواة المعروفة بنواة الشيطان بحياة شخصين، حظرت السلطات إجراء أي تجارب عليها، وأعلنت منشأة لوس ألاموس أن اللب تم صهره وأعيد تشكيله لاحقاً لصنع قنبلة نووية أخرى بحلول عام 1994. ولحسن الحظ أن تلك العملية لم تتسبب بأي كارثة أخرى. كارثة الرنة. عند التحدث عن روسيا، فإن ما يخطر ببالنا هو مكان شديد البرودة مع الكثير من الثلوج المتراكمة. ذلك غير مفاجئ، لأن 65% من مساحتها تغطيها التربة الصقيعية، وهي طبقة عميقة ومتجمدة من الأرض بسبب درجة الحرارة التي تبقى دائما تحت الصفر. ولكن تغير درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري أدى لذوبان الكثير من الجليد، الذي كشف بدوره عن أمور غريبة جدا. أغربها كان في منطقة يامالو نينتس، وهي منطقة نائية من سيبيريا. في عام 2016 عثر الباحثون هناك على حوالي 1200 حيوان رنة ميت. ألقى المسؤولون المحليون باللوم على موجة الحر التي ضربت المنطقة، حين ارتفعت درجة الحرارة من 6 درجات مئوية تحت الصفر إلى 35 درجة مئوية. ولكن بعد ذلك مرض الكثير من سكان المناطق المجاورة، وتم نقل 13 شخصا للمستشفى بعد إصابتهم بتقرحات جلدية سوداء اللون. فما الذي حصل؟ هل أيقظ أحدهم لعنة قديمة؟ لا أحد يعلم. ارتدى العلماء بدلاتهم الواقية وذهبوا للمنطقة للبحث عن تفسير لما يحصل. وأثناء البحث تم العثور على حيوان رنة ميت منذ 75 عاما. كان جسده محفوظا بفضل الجليد الذي ذاب مؤخرا. ومن حسن الحظ أن العلماء كانوا يرتدون بدلاتهم الواقية، لأن لمس تلك الجثة أو حتى التنفس بالقرب منها يمكن أن يسبب عدوى مميتة. السبب هو أن الجثة كانت مليئة ببكتيريا مميتة معروفة باسم عصيات الجمرة الخبيثة. تتواجد تلك البكتيريا بشكل طبيعي في التربة في مناطق كثيرة من العالم، ولكن بمجرد إصابة كائن حي بها فإنها تتكاثر بسرعة وتطلق مجموعة من السموم التي تسبب أمراضا خطيرة جدا. وأخطر تلك الأمراض هو مرض الجمرة الخبيثة. يعتمد تأثير البكتيريا على طريقة دخولها للجسم. الطريقة الأكثر شيوعا للإصابة بتلك البكتيريا تكون من خلال جرح صغير في الجلد، مما يؤدي لظهور كتل حمراء مؤلمة تتطور لاحقا لتقرحات سوداء. ولكن هذه هي أخف أشكال العدوى، فتناول اللحوم غير المطبوخة جيدا من حيوان مصاب بالبكتيريا يمكن أن ينقل العدوى إلى الإنسان، مما يؤدي إلى التقيؤ الشديد، الحمى، آلام البطن. أما العدوى الأكثر فتكا فتكون باستنشاق البكتيريا. يصل معدل وفيات المصابين بالجمرة الخبيثة عبر الاستنشاق إلى 85%،
فهذه البكتيريا تحطم الرئتين بسرعة وتؤدي إلى آلام في الصدر وصعوبة في التنفس. ما يزيد من خطورة هذه البكتيريا أيضاً هو قدرتها على العيش في أي بيئة لفترة طويلة جداً، حتى وإن تعلق الأمر بالتربة الصقيعية التي يمكنها أن تعيش فيها لمدة 105 سنوات. حتى السحر الأسود لن ينفع للوقاية من هذه البكتيريا، وكل ما يمكن فعله هو تطعيم السكان سنوياً لوقايتهم منها. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟